أمير، يعني ممكن اللي يبص على اللقطة الأخيرة كده يفتكر سياق أو السلم اللي أنت تدرجته لحد ما وصلت النجومية دي كان سهل. الحقيقة أنه أنت كحرت جامد قوي يا لا أنا اتبهدلت أنا اتمرمط يعني لا مش درجة مرمطة، لا يعني مش مرمطة، على قد أن أنا كنت مبسوط أن أنا بعمل ده. يعني أنا واحد بمثل، ممكن الناس ما تعرفش أنا ممكن أكون بمثل بقالي 18 سنة، ده رقم كبير، انا مش صغير، انا عندي 40 سنه، يعني الشهر الجاي هتم 41 سنه، 10 10 77. 10 10 ده انت الميزان؟ ميزان اه. فطبعا بقى لي 18 سنه انا بمثل، بس طبعا بدايتي اكيد لو في ناس متابعه ان انا كنت بادئ ازاي، كنت بادئ طبعا يعني قبل ستار ميكر بكتير بقى. ده انت مذاكره؟ لا استني لا معلش، حضرتك مدام ولا انسه؟ انت مذاكره امير؟ اه يعني انا من زمان، من مسلسل حتى شباب اونلاين كذا، كان ليه كذا جزء وانا اتفرجت على اجزائه يعني، بس بصراحه كان احلى جزء لما استاذ امير كان موجود فيه بصراحه. ربنا يكرمك، الله يخليك. ومن ايام ستار ميكر بقى طبعا. لا بس بقى وانت مذاكره كلنا في البيت متابعينه، انا واختي كلنا بصراحه. كل البنات اللي في البيت في رجاله بتشوفني خالص. لا لا احنا بصراحه يعني احنا في رمضان اساسي كان في صف حريم بيبقى قاعد كده، سينما حريمي في البيت اساسي يعني، ده اساسي بصراحه. الحمد لله، فكلنا بصراحه من صغيرنا لكبرنا يعني معجبين بيه جدا يعني. الحمد لله ربنا. ايوه انت انتوا كلكم عارفين انه ان هو يعني متزوج ويعول يعني. اه بس يعني اه عارفين يعني، ما تفكريش عندي ثلاث عيال. لا لا ربنا يخلي يا رب. ربنا يخليك. لا كل ده كوم والتدرج عظيم، الفرصه مهمه، البطوله، انما كل ده كوم وفيلم. فيلمك الاخير حرب كرموز كوم تاني. فيلم مش تحيزا لامير ولا تحيزا للفن السينمائي، لا يعني هو تحيز للتجربه. حاجه جميله جدا.